السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الحلقة 25 مسلسل العربي يتر. تبدأ الحلقة على دكتور حاتم ويارا وهم قاعدين، ويارا جالها مكالمة مسج من هدى وراحت قالت له ممكن استأذن منك يا حتومة بس نص ساعة كده، ما تخافش عليا مش هأخر عليك. قال لها أنا واثق في بنتي وحبيبتي، وقال لها يلي بقى روحي خلاص ماشي. قالت له أنا بحبك أوي. قال لها أنا اللي بحبك أكتر. لها تبوسة بقى كبيرة أوي لبابا حبيبك. قالت له ماشي حبيبي، سلام سلام. بعد كده دلوقتي أميرة قاعدة مع ياسر وبتقول له أنا عايزة منك طلب وما تقوليش معرفش، اتصرف اعمله لي. قال لها عايزة إيه؟ أميرة قالت له أنا عايزة شهادة مضروبة إني حامل. قال لها أنت حامل بجد يا أميرة؟ قالت له بقول لك أنا عايزة شهادة مضروبة، انا لو حامل هحتاج اجيبك واقول لك ليه. ده ايه ده؟ قال لها انا ما اعرفش اعملها دي واعملها ازاي. قالت له ما انت دكتور، يعني ايه ما اعرفش اعملها ازاي؟ قال لها قلت له اتصرف يا ياسر. قالت له عشان الديل ده يمشي لازم تعمل الشهاده دي. قال لها اكيد نسى، وعايزاك تروح تشهد وتقول ان يارا كانت حامل من خالد. وانت عارف. ودلوقتي يوسف جاله اللي شغال معاه السواق بيقول له معلش يا فندم ده شوق ومراته هربوا. قال له انا مشغل معاه نسوان المفروض بقى تلبسوا طرح. ازاي؟ يلا اتصرف وبروح هاتهم. قال له حاضر يا فندم. ودلوقتي هدى فتحت لخالد الباب وقال لها ايه الشياكه والحلاوه دي؟ اجمل بوكيه ورد الاجمل قمر في الدنيا، ايه الحلاوه دي؟ ده انت فكرتيني بايام زمان يا هدى. قالت له طبعا يا حبيبي، انا قلت اعمل لك بقى يوم بقى من يوم ايام زمان. قالت له مالك خايف كده ليه؟ قال لها خاف ليه من ايه يا هدى؟ وفتحت الاوضه هدى، راح قال لها ايه ده فعلا ده جميل قوي. بعد كده هدى حطت البوكيه الورد وقالت له شكرا عليه. بعد كده راحت مشغله الموسيقى ميوزك وقالت له انا فاكره اول رقصه رقصناها مع بعض واول كلام قلتها لي اللي انت بتقولي بيه ان انت بتشتغلي كتير قوي في الشغل ومش بياخده بالك من نفسك وليه كده. قالت له فعلا يا خالد وانت انسب واحد واحلى واحد عرفته وشفته في حياتي عشان انت كنت خايف عليا وعامل عليا. قال لها طبعا يا حبيبتي يا هدى، انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. وقعد يرقصوا وبيتكلموا مع بعض. بعد كده فتحت عليهم الباب يارا. اهلا اهلا خالد ابن خالتي. راح بص كده لهدى، ايه هو في ايه؟ في ايه يارا؟ قالت له ايه؟ يارا. قالت له معايا ناس عايزين يسمعوك ويشوفوك وحشينك قوي قوي وانت وحشهم كمان. قال لها فين؟ راحت فاتحه الباب. قوي يارا. قالت له تعالى بس تعالى. وخدته معاها. وبعد كده دلوقتي وريته شوقي ومراته علياه. بعد كده بيقول لها قال له ايه؟ اهلا يا خالد بيه. بص كده يا مصيبه طبعا بالصدى، مش راضي يتكلم، مصدوم مش راضي يتكلم اي حاجه. وواقف وراه هدى وما يتكلم. قالت له منك انت يا ابن خالتي، انت اللي تعمل فيا كده، خربتني وعملت وخربت بيتي. اخر حاجه كنت متوقعها اللي انت تعمل كده. وهدى تقول له طبعا، وانا بعد اللي عملت ولبستك ونظفتك وكل ده ويطلع منك انت؟ قال لها في ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ طبعا انت من يوم ما اتولدتي مفيش حاجة اللي انت تطلبيها مش بتجيلك، وعايشة احلى عيشة وكل حاجة، ما تعودتيش ولا قدرت تستلفي من حد من القريب والبعيد. قالت له انت مريض؟ انت مالك بتقول ليه؟ ده مش ذنبي اللي باباك كان طالع كده وطلعت لقيت باباك الله يرحمه متوفي، انا مش ذنبي. وقالت له هي هدى كمان انا مش ذنبي، انا اعمل لك ايه؟ انا لبستك ونظفتك. قال لها وانت كمان؟ باباك يموت ويسيب لك اسهم في البورصه والبورصه تعلى وتعملي احلى فلوس، في ايه؟ حرام عليك. قالت له انت كده اخر حاجه اتوقعها، انت بتبص لي على عيشتي وحياتي. قال لها حتى جوازتك طلعت من قصر دخلت في قصر تاني. قالت له لا ده انت مش طبيعي، انت باين عليك مجنون. قال لها مجنون ليه؟ عادي انتوا عملتوا حاجه والقانون لا يحمي المغفلين واديتوني فلوس وانا ما كنتش ولا ماسكوا عليك زي لو انتوا ماسكين عليا حاجه ولا حد. قالت لها وانت كمان اتجوزتك؟ مش كفايه اللي اتجوزتك؟ قالت له انت كمان ليه؟ ان شاء الله عملت ايه؟ ده انا لبستك ونظفت. قال لها ما انت كبيره في السن، انت خدت شباب وانا خدت فلوس، وانت كمان اديتيني فلوس يا يارا من غير ما انت ما انا عايز، يبقى خلاص القانون لا يحمي المغفلين، اثبتوا بقى عادي. وده عادي وما فيش اي حاجة. ودلوقتي اي تليفون بيعمل اي اصوات وبيغيرها عادي، فيش اي حاجة مختلفة. ده ما قالت له لا الفلوس هترجع يارا. قال لها قالت لي يا سلام.
قالت له ده انت احقر انسان شفت يا ابن خالي يا ابن خالتي يا اخويا يا صاحبي يا كل حاجه كنا مع بعض فيها. ودول ما عرفهمش. قالوا لي كده يا خالد يا باشا، ما احنا كنا حلوين مع بعض من الاول، ليه ايه اللي غيرك؟ وانت كمان عايزه ايه تاني؟ خلاص على كده مفيش فلوس. قالت له لا في فلوس. بصوا لبعض قالوا دول شوقي وعلياء بدر، دول عادي ناس غلابة ولا في ماضينا على شيكات ولا اي حاجة ولا وصلت امانة، انا هعمل لكم ايه؟ قالت له بقى كده لا يا خالد انت ما تعرفش حاجة انت مسكين. قالت له دي مراتك، دي عارف مراتك دي؟ مراتك بقت انا طردتها ليه؟ عشان قولي له طردتك ليه؟ عشان جبت له الرز بلبن واكلت له بالزبيب. راح هو خالد ضحك، راحت قالت يا عيارة ايه القرف ده، مستواك نزل لدي من بعد لندن وكوبتون في البحر وفي كل حتة. راح بعد كده قال له ايه اوعى معلش ليه كده؟ قال لها بس لو اتفك لو كنت لو وديتك على دماغك لمراته. شو دلوقتي ادي البيت اهو، ودخلت المكتب عند بيت حاتم وموني، بتقول له امي يا حبيبي نايم كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لها ايه في انا فين؟ قالت له ظهرك هيوجعك من النومه دي، قوم انت نايم كده ليه؟ حقك عليا انا اسفه، قوم اطلع فوق في اوضتك، انا حقك عليا انا مش هزعلك تاني، وانا كنت غلطت وعملت انا هتعلم من غلطي وحقك عليا وسامحني، انا كنت بتفعل وبعمل بس غصب عني عشان كنت بربي العيال وتمرينات ورياضه ومدرسة ودروس ومذاكرة وأكل وبيت وكل حاجة، أنا اتغيرت وإن شاء الله هعملك أحلى معاملة، ويا عم اغفر لي وسامحني. قال لها ما أنت مشكلتك أهو أهو مش هتتغير. قالت له معلش معلش، أي ست بتتنرفز وبتعصب يا حياتي معلش حبيبي، أنا بقول لك عشان أنا نويت فعلا من جوايا أتغير، لأن أنت خلاص يعني ما هنش عليك كل العشرة اللي إحنا مع بعض دي. قال لها أهو أنا شايف اللي أنا بقوله ده حقك عليا. قالت له خلاص ماشي. قال لها يا موني انا اديتك فرصه واتنين وتلاته واربعه وعشره، انت اللي مش بترضي تدي. راح جاله تليفون رد عليه، قالت له رد. راح قال لها ايوه حبيبي. قالت له حبيبي حبيبي. قال لها خلاص خلاص يا بقول لها استني استني. قال لها فهميني في ايه؟ قالت له عايزين ياخدوني. قال لها ما انا قلت لك تعالي معايا هنا. قالت له احنا ناقصين نولع البيت تاني. قال لها لازم خلاص روحي. طب انا اسمي ايه؟ قال له هو عارف. لا خلاص روح وانا هاجي. ودلوقتي كلهم متجمعين بتقول له اثبتوا له ودول اعملوا القانون اللي احنا مغفلين برضو تاني. قالت له بقى كده يخلودي؟ لا بس انا هياخد الخمسة مليون هاخدها بتاعت. قالت له وانا كمان هاخد الخمسة مليون وانت تجيب ايه ده يعني ايه العشرة مليون؟ قال لها لا. قالت له لا هتجيبها. قال لها مفيش يا ماما تسجيلات، قلت لك مفبركه ومعكوش اذن النيابه بالتسجيل ولا معاكوا اي حاجه، وانتوا انا بقولت لك انا مفيش اي اثبات ولا اي حاجه عليا، ايه يعني عشان القانون هيحبسني عشان انا خدت فلوس خدتها ابني في الشهاده وفي. قالت له بص وراك شايف دي كاميرا صوت وصوره، شايف دي كمان هو ده راح قعد مظلوم وحط ايده على راسه، دي كمان كاميرا برضه صوت وصوره، كل حاجة يا حبيبي متصورة صوت وصورة. قالت لها على فكرة يا هدى دلوقتي نزيع عادي يا حبيبي نزيع. راحت بعد كده هي بعتة مامته قاعدة تتصارع على الفيس وبتضحك، راحت دخلت على الجروب لقت خالد بيعمل، قالت يا مصيبتي يا مصيبتي بقى ده مش معقول يا خالد تعمل ده، بقى طولتم 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 ولطم الاثنين. بعد كده يا لهو يا لهو يا فضحتك يا ميرفت يا فضحتك في ابنك، معقول يا خالد انت عملت ده؟ لا استحالة يا لهو. وقت عملت زعق ميرفت مامته. بعد كده راحت موني فتحيها وزهلت برضو كمان لما شافت خالد هو اللي عمل في بنته. وادي ناهد واختها امير نورة برضو زهلت لما قالت مش معقول خالد يعمل كده. قالت لها جات لك الفرصة وروح لخالتك والبادي هناك وقول له اي حاجة انا معاك وهو اي حاجة. ولا قالت لها خلاص هطلع اجري. قالت لها وانا كمان مستنيه ياسر بس حاجه كده واروح البدله. قالت له اه دلوقتي جروب العيله مولع مولع كله نار. قالت له بص اهو يلا. بعد كده قال لها خلاص الله يرضى عليك يا ستهم فكيني زي ما فكتيه. قالت له لا يا حلوه انت تجيب المليون جنيه. قال لها ما انا صرفت منها كتير نص. قالت له خلاص تجيب تبعت مراتك الحلوه تجيبها والباقي نتصرف هنجيبه ازاي.
بعد كده راحت دلوقتي مها وحاتم والمحامي، قال له ما انا قلت لك، قال والله يا باشا دورت على فوضى مش لاقيه، انا عندي استعداد بدل ما ما فيش اي حل يا باشا، بدل ما تنام هنا وفي النيابه لحد بكره، قال له الحل الوحيد تدفع الفوضى، قال له ماشي انا هدفع. لا يا حاتم استحاله كده، قال لا لا يا حبيبتي فداك اي حاجه، ليه يعني كل ده؟ قالت له ماشي يا حاتم. المهم راحت بعد كده شافه، قال له خلاص ماشي انزلوا الحبس تحت وتقعد فيها، قال لها فداكي اي حاجه. قالت له وده وليد بيبص، ده انت طلعت زباله قوي يا خالد، ده انت حقير ايه اللي انت عملته ده. قال له بص اطلع دلوقتي وهات الفلوس وروح مع المحامي وسددها بكره. قال له هنجيب نيره. قالت له طب ما انا كده كده هبيت يا خالد، استنى نيره بكره. قال لها اسكتي. قالت له شفت جروب العيله انت معايا؟ قال لها جروب عيله ايه؟ ماله ده مخك في ايه وليد؟ بعد كده دخل خالد على مامته بتقول له حبيبي معقول اللي انا شفته ده؟ صح يا زور انتوا بتعملوا المقلب صح؟ صح يا حبيبي. قال لها اسكتي بقى مش ناقصك. قالت له مش ناقصني واسكت ليه في ايه؟ قال لها اه حصل. قالت له حصل؟ الله اه حصل يا ماما انا اللي عملنا